ازيكم يا مواليد برج السرطان؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج السرطان ليوم الاثنين الموافق 6 مارس 6 اذار 2023. بالنسبة ليك النهاردة ليوم الاثنين، بحذرك انك ما تنفقش فلوس كتير جدا في اليوم ده. هتبتدي تلاقي اخبار هتبقى بتتعلق بنوع من انواع الخسارة بالنسبة ليك، او في حدث ممكن هيكون بيحصل مش هيبقى بيفرحك كتير للأسف، حتى مش ليك انت شخصيا، ممكن يبقى في حياة حد انت بتعرفه قريب منك. بتتعلق بيوم الاثنين غير مناسب لو حبيت تاخد قرارات مهمة، ما بنصحكش تعمل كده يوم الاثنين، لانهم هيتأثروا عاطفيا بأحداث كتير جدا فيها تجارب في الأيام الجاية القليلة. بالنسبة ليك النهاردة في شغل هيبقى كافي جدا في البيت، عندك التزامات كتير عائلية لازم تبقى بتخلصها، في ضياع للوقت، في حاجات تافهة كتير هتبقى فيها ضرر كبير جدا ليك. كل الأشخاص اللي اتولدوا تحت الأبراج النهاردة على وشك يواجهوا لحظات مش حلوة في حياتهم للأسف في اليوم، واللي هيلاقوا من خلالها طريقة يفكروا أنفسهم بيها خلال اليوم ده. يوم يعتبر فيه شؤون روتينية كتير، وفي عدم انخراط في مهمات وشؤون مهمة. بالنسبة ليك يوم الاثنين حالته مش متوقعة خالص، في خبرات هتبقى بتتعلق بالفلوس، بالأمور المالية اللي بتبقى بتخص الوسائل اللي عندك. هتبتدي تنشأ حاجة مش متوقعة، هتنخرط في حاجات ليها طبيعة مماثلة أكتر، هتتجنب أي نوع من أنواع الانخراط في الأنشطة الإضافية بصرف النظر عن واجباتك الأساسية فيه. هتلاقي وقت النهاردة غير كافي أو محدود حتى عشان تبتدي تنشأ عوائق وصعوبات تانية مختلفة في اليوم ده. هتتجنب استخدام حيل كتيرة فيها تلاعب بالأشخاص اللي حواليك، حتى لو كانت في نواياك النهاردة تعتبر كويسة، لكن من وجهة نظرك أنت بياع شخص في شغلك، حتى في حياتك هتبتدي تنشأ واجبات فيها مسؤوليات كافية جدا، هتضع قدامك في كل وقتك محادثات تعتبر مش مهمة كتير وحاجات تانية ممكن تبقى تافهة. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.